بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. هذا اليوم يوم فرح ويوم شكر ويوم وفاء ويوم مليء بالبركات. هذا اليوم يا إخوتي الأحباء هو يوم فرح ويوم للشكر ويوم وفاء ويوم مليء بالبركات، وينبغي أن يسجل في صفحة من نور في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. أولا، النهاردة يوم الحد الأخير في السنة القبطية، والسنة القبطية بتختار آخر حد عشان الإنجيل زي ما سمعتوه النهاردة، وكان إنجيل طويل من إنجيل معلمنا متى إصحاح 24، بيتكلم عن نهاية العالم والاستعداد للعالم، وبيختم الإنجيل بعبارة السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ولذلك كل كلمة في الكتاب المقدس كل واحد فينا مسؤول عنه. ده بالنسبة النهاردة الحد اللي هو حد الذي يأتي غالبا في الشهر الصغير. أما بالنسبة لمناسبات هذا اليوم فنتذكر منذ 50 عاما كيف بدأت الخدمة وانطلقت من مصر لكي تصل هنا في بلاد التي نسميها بلاد المهجر في كندا وفي أمريكا لرعاية أعداد محدودة جدا من الأسر القبطية التي سافرت وارتضت العيش في بلاد جديدة. وبدأت الخدمة برحلة طويلة بفكرة من المتنيح الأنبا صموئيل أسقف الخدمات والذي استشهد في حادث المنصة مع الرئيس أنور السادات عام 81. قدم هذه الفكرة لقداسة المتنيح البابا كيرلس السادس الذي وافق عليها وشجعها وباركها واختار من يبدأ هذا المشوار الطويل. ودائما يا إخوتي البداية الحقيقية تبدأ بالبشر قبل الحجر. الإنسان هو الذي من خلال نعمة الله يستطيع أن يعمل كل شيء. فاختير الشماس وجدي ليصير كاهنا باسم أبونا مرقس ويبدأ طريق لا يعرفه تماما ومتسع للغاية، ولكن يعتمد في مسيرته على الإيمان بربنا يسوع المسيح وعلى أنه هو الذي يرسم الخطة لمسيرة الإنسان، وكأنه في هذا يشابه القديس ماري مرقس الذي أدخل ونقل الإيمان بالمسيح لكل أرض مصر. فبدأ يحمل نفس الاسم وبركة هذا الاسم لكي ما يعمل عملا، ونعمة الله تقوده ويبدأ العمل ينمو قليلا قليلا ويصير كبذرة تنمو في تربة جديدة على أرض كندا الجميلة، وتنمو عبر الأيام، ويأتي هذا اليوم الذي صنعه الرب
لنفرح فيه بثمرة جميلة هي ثمرة هذه الكاتدرائية التي ستعتبر الكاتدرائية الأم للكنيسة القبطية على أرض كندا. وعبر هذه الرحلة الطويلة من الرعاية والخدمة والبذل والتضحية، عبر هذه الرحلة الطويلة من خلال الآباء ثم زيارات وافتقادات المتنيح البابا شنودة الثالث والآباء الأساقفة، ومن أكثر الآباء الذين يأتون إلى كندا نيافة الأنبا رويس والذي خدم في كنائسها كثيرا، وتعب آباء أساقفة وآباء كهنة وآباء رهبان وأيضا أتعاب الأراخنة ومحب المسيح ومحب الكنيسة، الخدام والشمامسة والخادمات وكل أسرة طبية، كل أسرة قبطية حتى الأطفال الصغار. ونشأت وكبرت هذه الشجرة. احسبوا معي عدد الكنائس الموجودة ليس في كندا ولكن في أمريكا وأيضا امتدت إلى أمريكا اللاتينية. احسبوا معي عدد الآباء الذين خدموا ويخدمون. احسبوا معي عدد الآباء الأساقفة الذين يتعبون ويدبرون الخدمة. احسبوا معي كم طفلة اتعمت وكم زيجة تمت وكم خدمة أقيمت وكم زيارة افتقاد تمت. خدمات جليلة، إنه بالحقيقة يوم فرح. وهذا الفرح يا إخوتي نسميه اليوبيل الذهبي. وفكرة اليوبيل أساسا أنها 7 سنوات ل7 مرات، فتكون السنة 50 هي تمام وكمال الكمال، فنسميها اليوبيل، وهي كلمة ليست عربية بالطبع، لها معاني كثيرة، أحد معانيها الفرح. الفرح، نحن في هذا اليوم لم تمتلئ قلوبنا بفرح كبير وبثمار عديدة، والفرح يؤدي بنا إلى أن نشكر. نشكر الله، نشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكر الله الذي أعطانا كل هذه النعم الكثيرة وأعطانا بركات جديدة في كل صباح. نشكر الله الذي ينظر إلينا ويدبر حياتنا ويرشدنا. نشكر الله في كل يوم حتى أنه أتى بنا إلى هذه الساعة المقدسة التي نشهدها جميعا. نشكر الله على عمله، على نعمه، على عطاياه. ومن هو الإنسان؟ الإنسان ضعيف للغاية، ولكن الإنسان الذي يحتمي في الله وفي شخص ربنا يسوع المسيح يستطيع أن يصنع كل شيء، كقول بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إنه يوم شكر. تعودنا في التقليد القبطي القديم إن إحنا لما نشكر ربنا نقبل أيدينا وش وظهر، نعمل كده. عارفين الحكاية دي ولا مش موجودة في كندا؟ موجودة؟ طيب نعمل كده، يعني نشكر الله على كل الأحوال، لأن الإيد الواحدة رمز للعمل، فبنشكر الله على أعماله، سواء هذه الأعمال كانت أعمال ناعمة كأحد الوجهين أو أعمال شديدة كالوجه الآخر من اليد.
ونشكر الله على عمله. من كان يتخيل؟ من كان يتصور؟ لما بسأل كده أبونا مرقس بيني وبينه بقول له أيام ما ابتديت الخدمة، قال ما كانش في بالنا حاجة من دي خالص خالص، كنا بندور على مكان عشان نصلي فيه. وبعض الآباء الأسافة وأبونا مرقس قاعدين ويا بعض بنحكي حكاية، فأول ما ابتدى ما كانش فيه أي إمكانيات، يعني مش ابتدى من الصفر، ابتدى من حاجة قبل الصفر، ما كانش فيه أي إمكانيات. فسأل الناس انتوا كم أسرة في الحتت دي كلها؟ قالوا له 30 أسرة. قال لهم طب خلاص كل يوم أبيت عند أسرة، وكل يوم أتنقل من أسرة لأسرة، ويعني اليوم ده يبقى خفيف على الأسرة. كانت البداية صعبة ولكنها بداية أمينة وبداية لمجد الله فقط. ونمت هذه البذرة واشتدت وقويت وامتدت. إننا نشكر الله صباح مساء. طبعا أنا عارف إن كل واحد فينا بيفكر في حاجات مثالية كتير، دي حاجة حلوة. يجي واحد يقول لي احنا عايزين كذا ونعمل كذا، هي كله هيتم. بس من يتخيل رحلة هذه الأعوام الخمسين؟ من يتخيلها؟ اليوم يوم شكر، نشكر الله بكل قلوبنا على كل ما عمله معنا. اليوم أيضا يا إخوتي هو يوم وفاء، والوفاء صفة ضرورية وهامة لحياتنا. فكثيرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. الإنسان لا يستطيع أن يقف ويقول أنا اللي عملت وأنا اللي خليت، مفيش حد يقدر يقول كده. ولكن كما تعلمنا في فلسفة الحياة أنه جيل يبني وجيل يجني. جيل يبني زي أي أب وأم فيكم عمالين يبنوا ولادهم، وبعدين ولادهم يكبروا كده يجنوا ثمار هذه الأتعاب، وبعد كده الولاد اللي كبروا دول يصيروا جيل يبني وجيل آخر يجني، وهكذا الحياة. نحن جميعا دخلنا على تعب القديس ماري مرقس الرسول الذي دخل مصر في أواسط القرن الأول الميلادي ونقل الإيمان بالمسيح، وكانت مجرد بداية. وامتدت المسيحية على أرض مصر وتكونت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصارت كنيسة قوية وعافية، وصارت كنيسة تقليدية وكنيسة سرائرية وكنيسة تعيش الزمن وتحفظ الإيمان المستقيم. وصارت هذه الكنيسة هي وسيلة إشعاع ليس على أرض مصر فقط ولكنها أيضا لكل العالم. هنا في كندا جه أباط سكنوا بدوا يكونوا مجتمع، وهذا المجتمع كبر مش في مدينة واحدة، في مدن كتيرة، بعض المدن فيها 3 أو 4 أسر، وابتدى العمل يكبر. لكن لا تنسى أنك تحمل اسم الكنيسة القبطية وتحمل اسم الحضارة المصرية. من الحاجات الجميلة اللي في الكاتدرائية الجميلة ده هي إن حاجات كتيرة فيها معمولة في مصر، أعمال الخشب اللي انت شايفينها، الكنب اللي جالسين عليه، المعموديات اللي موجودة، أعمال كتيرة تمت في مصر، وكأن مصر تمتد أيضا بالعمل وبالخدمة. وتيجي الكنيسة كده تخشها تحس الطابع الأرثوذكسي الصميم، حتى في المشغولات الفنية اللي موجودة على الخشب. هذا يوم وفاء للي تعب. صحيح احنا بنذكر
البابا كرولوس، وبنذكر البابا شنودة، وبنذكر الأنبا صموئيل، وبنذكر الأنبا أثناسيوس مطران بنسويف اللي رسم أبونا مرقس من بتكليف من قداسة البابا كيرلس. بنذكر الناس اللي خدمت، بنذكر الآباء، ده كله حلو خالص، لكن توجد مئات من الناس لا نعرف أسمائهم، الناس اللي اشتغلوا، الناس اللي وضبوا، والناس اللي بنوا، والمهندسين اللي صمموا، واللي فكروا، واللي جابوا الأرض، واللي اشترك في أتمان الأرض وفي تسديد الفلوس اللي عليها، أعمال كبيرة جدا ولكنها كلها لمجد الله. نحن في هذا اليوم نكون أوفياء ونتذكر كل الأتعاب الذي قدمت، إن كانت أتعاب ظاهرة أو أتعاب خفية، ونصلي من أجلهم. إن كانوا قد سبقونا إلى السماء فهم يرفعون صلوات من أجلنا، وإن كان الله يعطيهم العمر الطويل يجعلهم بركة في حياتنا وفي هذه الخدمة وفي عمل الله الكبير. هذا يوم فرح ويوم شكر ويوم وفاء، وهو أيضا يوم مليء بالبركات. في هذا اليوم أيضا يا إخوتي دشنا ثلاثة مذابح في هذه الكنيسة: العذراء مريم وماري مرقس الأوسط، البحري على اسم البابا كيرلس، الإبلي على اسم القديسة ديميانا والقديسة مارينا الشهيدة، ثم مذبح في الكنيسة السفلية على اسم القديس أبس خيرون القليني. كلمة أبس خيرون معناها القوي. ثم دشنا المعموديات على اسم القديس يوحنا المعمدان. بنعمة المسيح أيضا سنقيم أحد أبناء الكنيسة كاهنا لينضم إلى الآباء الكهنة الذين يخدمون بحب وببذل في هذه الكاتدرائية. وأيضا سنرقي واحد من الآباء الكهنة إلى درجة القموسية. وبرضه عمدنا النهاردة أول طفل في المعمودية الجديدة، ولازم أول طفل نعمده يكون ولد. اوعى الستات تقول اشمعنى، كويس؟ طبعا السبب معروف، ان ربنا خلق الولد قبل البنت، بس يعني عملية زمنية يعني. فالنهاردة يوم مليء بالبركات والنعم الكثيرة التي يمنحها الله لنا. عندما نصلي يا إخوتي بالعبارات التي قالها ربنا يسوع المسيح: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. الحصاد كثير، مش في تورونتو بس، كل حتة الحصاد كثير جدا ولكن الفعل قليلون. فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. بعض الناس لا يفهمون حقيقة الأمور، ولذلك قد تقودهم أفكارهم إلى تعطيل مسيرة عمل الله. لكن اعرف باستمرار أن كل الآباء وكل الخدام في قلبهم غيرة كبيرة جدا من أجل مجد ملكوت الله. في قلبهم غيرة كبيرة. الحصاد كثير، لو جينا لكنيسة كبيرة وكاتدرائية زي ما انتوا قاعدين دلوقتي، كاتدرائية زي كده عايزة عشرات من الآباء الكهنة عشان تغطي خدمة في مدينة متسعة كبيرة جدا كمدينة تورونتو. طبعا والله يعطي الصحة والعمر الطويل للآباء الكهنة الذين يتعبون بالحقيقة، وأسجل لهم شكرا خاصا على أتعابهم وبذلهم وتضحياتهم.
وأنا أعلم أن الخدمة في بلاد المهجر ليست سهلة، ولكنهم يواجهون مصاعب كثيرة، ولكن نعمة المسيح تسندهم. في كندا أيضا مع نمو شجرة الخدمة المتسع صارت توجد إيبرشية في غرب كندا، إيبرشية ميسيساغا وفانكوفر ونيافة الحبر الجليل الأنبامينا، يخدمها بكل أمانة. ويحتاج شرق كندا إلى تكوين إيبرشية، والأسقف عمله أساسا هو عمل التدبير وعمل القيادة، فالأباء الكهنة يمثلون على سبيل الرمز حبات السبحة، ويجي الخيط الرفيع اللي بيمسك حبات السبحة ده يصير هو الأب الأسقف، وهو والأباء الكهنة يجتهدون في خدمة الإبرشية. صلوا معي أن يختار الله الشخص المناسب لإبرشية في غرب كندا، في شرق كندا، ثم في منطقة تورونتو. وانتوا عندكم التوزيع الجغرافي والسكاني غريب شوية، 70% من الأقباط في تورونتو، صح ولا مش مظبوطة الحكاية دي؟ صح. وال30% في الأطراف بكل البلاد مع اتساع البلاد. فالمنطقة المركزية هنا في تورونتو زي ما ذكرت قبل كده، وهي الشباب يوم الجمعة، انها تصير هي الأرش دايسوز، هي المقر الرئاسة الكنسية، واحنا بعد القداس هنحط حجر اساس للمقر البابوي اللي يبقى موجود في هذا المكان. نعمك يا رب كثيرة، نعمك عديدة تفرح قلوبنا، تنطق ألسنتنا بالشكر، نعيش بذاكرتنا من أجل الذين سبقونا، نكون لهم أوفياء، ونعيش هذه الأيام الممتلئة بالبركات. أشكر كثيرا كل الأحباء الذين شرفونا والذين زارونا والذين اشتركوا معنا في هذه المناسبة الجميلة. أرجو أن تحتفظوا لأولادكم وبناتكم بكل ما تم في مناسبة مرور نصف قرن على بداية الخدمة في الكنيسة. السكند جينيريشن والثيرد جينيريشن والجينيريشنز اللي بعد كده، عشان يعرفوا إن الحياة لم تكن كده. هيكبروا ولادكم ويلاقوا كنيسة ضخمة وحلوة خلاص، لكن ما يعرفوش الأتعاب. فلازم تذكروهم ولازم تحكوا لهم، ولازم كل واحد يدور على الأصل. ودلوقتي انتوا 50 سنة في كندا، بقالكم جذور وبقالكم امتدادات، وتحملوا تحت جلودكم الحضارة المصرية بالنسبة للمصريين، وبالنسبة لأهلنا في السودان وأهلنا في البلاد الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، يحملون حضارات الشرق الأوسط العالم القديم، ونأتي بها لنعيش في هذا العالم الجديد. ولذلك احكوا لأولادكم وبناتكم وعرفوهم التاريخ، فالتاريخ هو الحياة. أود في هذا اليوم أن أقدم هذه الهدية، وهي جزء من رفاة القديس سان موريتيوس، القديس موريس، أحد شهداء الكتيبة الطيبية في أوروبا في القرن الثالث والرابع الميلادي. هذه الرفاة ستكون أول رفاة
كنت قبل أن آتي إليكم هنا في كندا كنت في زيارة إلى جنيف وأيضا لزيارة لكنيسة القديس سان موريس وبنسميه سان موريتيوس. والكتيبة الطبية والقديس موريتيوس والقديسة فيرينا وآخرين استشهدوا على أرض سويسرا وأرض إيطاليا، وقصة حياتهم كأقباط شهداء مسجلة. القديس موريتيوس من جنوب مصر واستشهد على أرض أوروبا حفاظا على إيمانه، وأنتم أيضا من مصر، فجئت لكم بهذا الرفات لقديس عاش أيضا في بلاد المهجر لكي ما تتذكروا على الدوام أن جذوركم كأقباط وجدودنا الأقباط في كل مكان في العالم. هذه الرفات نقدمها لأبونا مرقس. ودي الوثيقة بتاعة الرفات، وده نفس الجواب. وبمناسبة اليوبيل الذهبي لرسامة أبونا مرقس، هذا الصليب هذا الصليب هو صليب التقليدي المشغولات الجلد، بس معمول بالجلد الذهبي بالشكل ده ومعمول بالطريقة القبطية القديمة. احنا فرحانين واحنا بنقدمه لأبونا مرقس. وهذا الصليب صليب يد من مدينة إلهنا أورشليم. هذا يوم فرح ويوم شكر ويوم وفاء ويوم كثير البركات. نشكر إلهنا الصالح وليبارك المسيح عليكم جميعا، يبارك في حياتكم وفي أعمالكم وفي وسط أسركم، يبارك في أبنائكم وفي بناتكم الصغار والكبار، ويعطيكم دائما هذا الفرح وأنتم في حضن الكنيسة وعلى أرض هذه البلاد الجميلة كندا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. I find myself speechless. As a matter of fact, even before I thank His Holiness, I know that God has given him so many blessings to understand what he sees and what should he do. How did he know the beginnings of the church as if he was living with us? And I really appreciate his researches, His Holiness researches, and at the same time also
I would like to say that I'm not doing anything. As a matter of fact, I'm doing what I have to do just to be able to fulfill the duties that I have to undertake. But He, our Lord Jesus Christ, He is the one who has done everything, and we are just His servants to do it. There is something I feel always, that I am not even a priest. I am the servant of God's people. I am the servant of the children of God. And therefore, I do everything I can do to satisfy the needs and the aspirations of the children of my master. And I am so happy to do this until this day. At the same time, now I would like to thank His Holiness Pope Tawadros II for his kindness and for his concerns of the service all over the world. Indeed, He is the head of the church, not only in Egypt, He is the head of the church international. He is the head of the church that is scattered from east to west, north to south. And as we all know, when we say east to west and north to south, it's the sign of the cross. And I really appreciate this vision that His Holiness has in front of him, and he's doing everything indeed to satisfy this vision, to reach to every and each one, each individual. Thank you very much, Your Holiness. And I would like to say that I don't deserve anything of his, what he has said about this poor man who is actually doing only what he is asked to be doing. Thank you very much, Your Holiness. Nevol tove mev shoy sare
gombi asloforos martiros ava maratios ente tiba ente fkanen novi nane voltove me choise تي شالات انت بخريستوس تي اجيا امي دمياني انت في كان النوفي ne volto vemem shoi sereye gon o ti shelet te bechrestos ti oya emmi marini tefkanen novi na ne volto vemem shoi sereye gon beniot zoabem batre yarshis baba ava kerellos bimaso tefkanen novi ne volto veme shoi sereia gon beniote zo aben batre arshis baba ava tavadros bi arshire sentifkanen novi ne volto veme shoi sereia gon ne asote zo aben dikeos Nie bez kobos niet kini man tefkanen novi na nevot jefez marot jeviot ne mepshin em bedev ma es ovat reyes jeke volte noshte moshte olas shani حقيقة أؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الأب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من الروح القدس ومن مريم عذراء وتأنس وصيب عنا العهد بلاص البنطي قال ما قبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي يهدي الاحياء والاموات الذي ليس يمكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم مثل الاب نزل الدور مجده مع الاب والاب الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه In goste vol khoid enti anastasis ente evmod dem bi on khente bi on esneyo Sevkistan site irne basi etovne abamati
needs the eternal who formed man in incorruption and its wish enter into the world through the envy of the devil. You have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord, God, and the Savior, Jesus Christ. You have filled the earth with the heavenly peace by which is a host of angels glorify you, saying, Glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill toward me. Pray for perfect peace, love, and holy apostolic kisses. Lord, يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكر الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلات مقدسة لكي ننال بغير طرح في دينونات من موهبتك غير معيتة السمائية بالمسيح يسوع رب بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. بشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول وببركة قديسي هذا اليوم وملاك هذا النهار نقيم واحد من الشمامسة للخدمة كاهنا في هذه الكنيسة وهذه الكاتدرائية المباركة. الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، ونحن نطلب باستمرار إلى الله أن يرسل فعل إلى حصاده. أعلن اسم الشماس المختار للكهنوت منذ فترة ولم تصل إلينا ملاحظات جديرة بالاهتمام، وعلى هذا الأساس نقيمه كاهنا لكي نخدم رعية الله بأمانة. الكاهن ينال هذه النعمة الإلهية والنعمة السماوية لكي ما يكون أمينا يخدم أمام الله بنقاوة في السلوك في كل شيء. الكاهن العمل الأول المطالب به هو عمل الافتقاد، وافتقاد الأسرة ربما يكون له طبيعة هنا مختلفة شوية عن مصر، لكن افتقاد كل بيت أحد الوظائف الأولى والأساسية في خدمة الأب الكاهن. لما الأب الكاهن يترسم وهو شباب بيبقى ربنا عطيله قدرة ممكن انه يفتقد البيوت، لما يتقدم شوية ويبقى عنده خبرات في الحياة الروحية اكثر واكثر يتقدم في موضوع الاعتراف، ولما يتقدم في السن اكثر الله يعطيه نعمة في تسجيل الخبرات الروحية والاختبارات الروحية لكيما تتسلمها أجيال أخرى. ففي كل مرحلة من مراحل السن
عند الأب الكاهن أو الخادم بصفة عامة لها طابع من الخدمة. الكاهن يفتقد، والكاهن يطلب كل يوم أن تظهر فيه روح الإبوة. كلمة قس معناها مصلي، بريزفيتيروس مصلي، وكلمة قمص معناها مدبر. القس يصلي ولكن يعيش وسط الشعب، ونقول له كلمة أبونا. وأجمل لقب يناله إنسان كلمة الإبوة، حتى إننا بنخاطب إلهنا الصالح ونقول يا أبانا الذي في السماوات. فالكاهن يسلك بنقاوة بعدما ينال هذه النعمة، والكاهن يعيش الإبوة كل يوم، يمارسها في الافتقاد، افتقاد كل بيت، كل أسرة، كل شاب، كل شابة، ويفتقد الصغار والكبار، وبحسب توزيع الخدمة في الكاتدرائية مع الآباء الأحباء. الكاهن أيضا يجب أن يمتلئ بروح المحبة، المحبة الصافية لأجل المسيح، فهو يصير مسؤولا عن كل أحد، يصير مسؤولا بروح الحب عن كل أحد، يحفظ نفسه، ياخد باله من حياته، ياخد باله من روحياته. له أب اعتراف، بيمارس قوانين روحية باستمرار، بيعيش حياة روحية، بياخد باله من بيته، من زوجته، ولا ينجرف في الخدمة بدون حكمة، ولكن خدمة البيت تاخد نصيب مهم، وخدمة الكنيسة، وخدمة كل بيت. بداية الرسامة بنصلي، بنقول صلاة الشكر ويا بعض، وبعد كده بيبتدي المختار للكهنوت يقرأ التعهد أمام الهيكل، وبعد كده نبتدي في خطوات الرسامة كلها. أليسني ماس أوسي أوس وبتير وبنتو كراتور بناجيت رياسة ليسني ماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خذ لنا كفافنا وأعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسألنا يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إلهنا. أيها السيد الرب إله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعطتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل وأطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن ابنك المختار للكهنوت وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح اسمه فاطمة محبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي يليق مقام رام العز والسجود والسلطان من الآن والأمد. إيرينا أمبابنا مثوات فياس سواب وموسيون شارتي ككلسة يا أنتاني أنجلو شارتي بارسين وستاس مسبين سوتير شارتي مارين يا تيتشرون بيه إيش نسوسي تصميسين عني مبنوتي بلغز شيريني مري إيا خين وشيري
الخطوة الثانية قراءة التعهد، والتعهد ده بمثابة القانون الذي يسير عليه الكاهن في خدمته طول حياته. فيها عبارات يتعهد فيها أمام الله ويلاحظ نفسه وياخد باله من كل تصرف هو بيعمله ويحفظ حياته نقية في كل يوم. وطبعا كلنا عارفين ان مش مجرد الواحد يلبس اسود خلاص، لا، ده يصير عليه جهاد اكتر واكتر واكتر. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تفضل. I Akram, the unworthy who is called for the grace of the priesthood on the holy altar of the one holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God in the Diocese of Toronto, the beloved of Christ. I vow before God, the Lord of Lords and the Shepherd of Shepherds, and before his angels and saints, and before my Father, His Holiness Pope Alba Tawadros II, and all the bishops who are gathered here together with us, and before all the clergy and all the people, to be steadfast in the Holy Orthodox faith until the last breath, to respect the canons of the Holy Church and to keep all her traditions, rites, religious customs, and teachings. I will make every effort to teach the people the true faith and lead them in a holy and righteous life and to be an example for them in every good deed. I vow to love the flock and deal with them in compassion and wisdom. I vow to give myself for all the people in pastoral care and being concerned for them in every aspect to the very last of my abilities. I will search for the lost and try to return him. I will gather the scattered flock of God. I will not ignore the incapacitated, the rejected, or those who have no one to remember them. I will be patient and long-suffering in dealing with all the people and will not show partiality to a chosen group, but be equally concerned for all. I vow to put the Lord Christ and his church before everything else. I will stay away from the love of money and loving the bigger portion. I will not boast over the people, nor will ever neglect them or overburden them. I will not order them against the commandment of the Lord, and will never reject the repentant when he returns to the church, but I will serve all of them. I vow to submit to the hierarchy of the priesthood, represented in the person of His Holiness, the Pope of Alexandria, and Patriarch of the See of St. Mark, Papa Alba Tawadros II, along with my respect and honor to their eminences and graces, the metropolitans and bishops of the Church. I ask the Lord to grant me strength through your prayers so that I may fulfill the duties of this great office
of the honorable priesthood with honesty and integrity. Pray for me, my fathers and brothers, the saints. A matanya for all of you. وطنيا للأباء وطنيا للشعب أيها الرب إله القوات الذي أدخلنا إلى نصيب هذه الخدمة الذي يقيم فهم البشر ويفحص القلوب والكلى اسمعنا بكثرة رافاتك ونقنا من كل دنس الجسد والروح مزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان املأنا من قوتك الإلهية ونعمتك ونعمة ابنك الوحيد وفعل الروح القدس لكي نكون مستوجبين لخدمة هذا العهد الجديد لكي نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنوت سرائرك المقدسة ولا تدعنا نشترك في خطايا غريبة بل امحو التي لنا وامنحنا يا سيدنا أن لا نصنع المائلات بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي وندنو إلى مذبحك المقدس اقبل إليك القسيسية الكاملة التي ستصير لعبدك كيرلس الواقف المنتظر مواهبك السمائية لأنك صالح وكثير الرحمة لكل من دعاك لأنك صالح وكثير الرحمة لكل من دعاك لأن سلطانك قوي مع ابنك الوحيد والروح القدوس نعمة ربنا يسوع المسيح المكمل لنقصنا بمسرة الله الآب والروح القدس تحل على عبدك كيرلس هذا الداخل بخوف ورعدة وتواضع قلب المذبح المقدس جالس ورفع عيني قلبه إليك أيها الساكن في السماء منتظر موهبك السمائية لينتقل من طقس الشموسية إلى رتبة القسيسية في كنيسة ماري مرقس بتورونتو بكندا والمذبح الطاهر اطلبوا كلكم لكي تحل عليه موهبة الروح القدس امين. ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون نعم يا رب اجعله مستحق لدعوات القدسية لكي باستحقاق من قبل محبتك للبشر يستحق اسمك القدوس ويتعبد لك ويخدم مسبحك المقدس ويجد رحمة أمامك لأن الرحمة والرأفة من قبلك يا الله وينبغي لك المجد أيها الآب والابن روح قدس الآن وكل أن تهدو كلها أمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون أيها السيد رب الله ضابط الكل خالق كل الأشياء بكلمته الذاتية المعتني بالكل من قبلك أيضا أيها المتطلع في كل حين على بيعته المقدسة وينميهم ويكثرهم ويقويهم ليقبلوا الأتعاب بالقول والفعل انظر على عبدك كيرلس هذا الذي سلم للقدسية بحكم وتزكية الذين قدموه في الوسط املأه من الروح القدس والنعمة والمشورة وتقواك ليعضد ويدبر شعبك بقلب نقي كما تطلعت على شعبك الذي اخترته وأمرت عبدك موسى أن يختار له مشائخا هؤلاء لازم أتمر روح القدس غير المصنوع انبثق منك نعم يا رب نعم يا رب اسمعنا نطلب إليك أن تحفظ فينا أيضا روح القدس الذي لنعمتك غير مخلوقة أيها
امنح روحك مدك ليمتلئ من اعمال الشفاء وكلام التعليم ليعلم شعبك بوداعة ويتعبد لك بطهارة وفكر نقي ونفسه منسحقة ليكمل اعمال الكهنوت على شعبك. واما الذين يقتربون الي ايضا فليجددهم بحميم ميلاد الجديد. وانا ايضا طاهرني من كل خطيه غريبه واعتقني مما يجب من ذاتي بواسطه ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد والاكرام. اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا. اطلع يا رب علينا وعلى خدمتنا وطهرنا من كل دنس وارسل من السماء نعمتك على عبدك كيرولوس هذا لكي يستحق من قبلك ان يكمل كهنوتك بغير اعوجاج ليفوز برحمك مع الذين ارضوك منذ البدء لان الرحمه كائنه بارادتك يليق بك الاكرام من كل احد والسجود ايها الاب والابن والروح القدوس. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعي للأرثوذكسيين في كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول في مدينة تورونتو وعلى كل مذابح كندا كنفران مبيوت نمشير باب نفما سواب ونوتي نوت فيز ماروت نجيف نوتي بيوت بيونتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا كيرلس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعي للأرثوذكسيين في كنيسة كادت رأية السيدة العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول في مدينة تورونتو وكل مذابح كندا افز ماروت انجب في مونوجانيس انشير يسوس بخريسوس بن شوي. آمين. دعوناك يا كيرلس قسيسا على المذبح المقدس الذي دعي للأرثوذكسيين في كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول في مدينة تورونتو وكل مذابح كندا افز ماروت انجيب ابن فمايس اواب امبركليتو. Yeah.
نشكرك أيها السيد الرب ضابط الكل من أجل كل حال، ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت معنا عظائم وأفضت موهبتك ذات الغنى على عبدك كيرولوس. نسأل ونطلب إليك يا سيد اسمعنا كثرة رفاتك، سر بهذه الشرطونية الصائرة لعبدك هذا من قبل حلول روحك القدوس عليه. قوم دعوة اختياره بطهارة بنعمة صلاحك، واخترنا معه للصلاح لكي نعمل ونربح في الوزنة وننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم في ظهور ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي له المجد إلى الأبد آمين. كريالايسون كريالايسون كريالايسون. احنا قلنا لكم ان النهارده يوم مليان بركات، مش كده برضو؟ بركات كتيره خالص. يخدم في هذه الكاتدرائيه 6 من الاباء الكهنه المباركين، وصاروا الان 7 بالكاهن الجديد، وبعض الاباء يحمل درجه القموسيه. كلمه قموس يعني مدبر، والأموسية بتمنح لأمانة السلوك ولأمانة الحياة وأمانة الخدمة في الكهنوت، ويصير الكاهن الذي صار قمصا يصير بالأكثر مدبرا. وطبعا التدبير دي بيدخل فيها الحكمة، بيدخل فيها خبرة السنين، وبيدخل فيها التعب. أبونا أمونيوس جرجس من أبونا أمونيوس جرجس من رسامات شهر مايو 1991، يعني له في الكهنوت أكثر من 23 سنة خدمة مباركة. وطبعا أنا تعرفت عليه لأن هو اللي منتدب من قبل الأباء الكهنة والأرخنا هنا في ترتيب الزيارة وتنسيق زيارتنا الحالية لكندا. يخدم كثيرا ويتعب كثير، وزي ما احنا عارفين ان مفهوم الترقية في الكنيسة مش لفوق، ده في الشركات والمصانع والحاجات اللي عندكم دي، لما يجي واحد يرقوه يبقى موظف، يبقى رئيس قسم، مش كده برضو؟ ويبقى ويطلع كده. لا، في المسيحية حاجة تانية، ينزل كده. ليه؟ ينزل لغاية مستوى الأقدام في الخدمة. وهذا ما صنعه ربنا يسوع المسيح في آخر عمل، عمله قبل الصليب، انحنى على الأرض وغسل أرجل تلاميذه. ويا بخت اللي يوصل إلى هذه الرتبة الجليلة، رتبة غسل الأقدام. رسامة الأسقف طبعا بيبقى لها طقس، أبونا يجي يقف قدامي كده.
القمص متأسف الأسف أيها رب لا القوة الذي أدخلنا إلى نصيب الخدمة المنهض فهم البشر والفاحص القلوب والكل اسمعنا بكثرة تحننك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح ومزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الضباب املانا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل روحك القدوس. تفضل يا ابو انبا ونكم مستوجبين في هذه الخدمة التي لعهدك الجديد باستحقاق ان نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنوت اصغارك الإلهية ولا تعدنا الشر في خطايا غريبة بل امح التي لنا ومنحنا يا سيدنا الا نصنع المائلات بل انعم لنا بمعرفة لكي نقول ما يجب ونتقدم إلى هيكلك المقدس وإقبل إليك الأرمونيسية الكاملة التي لعبدك أمونيوس الواقفة هنا منتظر موهبتك السمائية لأنك صالح كالسراحة لكل الذين يدق به عندك لكل حديث روح القدس الآن وكل أنظار الدوق. نعمة ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بما سرط الله الآب والروح القدس تحل على عبدك القمص أمونيوس الذي دخل بخوف ورعد المذبح المقدس رافعا عيني قلبه إليك يا ساكن السماء منتظرا موهبتك السماوية كي ينتقل من طقس القسيسية إلى طقس الإغمنوسية في بيعة السيدة العذراء والشهيد العظيم ماري مرقس في مدينة تورونتو بكندا. اطلبوا كلكم لتحل علي نعمة الروح القدس امين. يا لايسون يا لايسون يا لايسون نعم يا رب اجعله مستحقا لدعوة الأمور النسية لكي باستحقاق من قبل صلاحك يا محب البشر يستحق اسمك تعبد لك ويخدم مذبحك المقدس ويجد رحمة أمامك الرحمة ورأفك إليني من قبلك يا الله يليق بمجد أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل آمن دارج كل آمين. يا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون أيها السيد الرب الله ضابط الكل أب وربنا وله مخلصنا يسوع المسيح الذي يعرف كل شيء قبل أن يكون أنت اخترت عبدك أبونا أمونيوس كي يصير أبا ومدبرا لعبيدك هؤلاء الكائنين في موضع واحد لأجل اسمك القدوس. من أجل هذا نسأل أطلب منك يا محب البشر لكي تنظر نظرا عليه وتباركه وتطهره لحلو الروح قدسك عليه. Therefore we ask and entreat you, O lover of mankind, behold and look upon him, bless him and purify him through the coming upon him of your Holy Spirit. ويكون بلا لوم نهارا ولينا انعم علي يا سيدنا بروح رئاسي وبوداعة ومحبة وصبر وصلاح كي يكون مرضيا لك بالأعمال حسنا إذ يسير مثلا للكائنين تحت طاعته. وعندما يصنع هو ثم يعلمهم وصايا ناموسك ويهتم بهم بطهارة ومحبة ليصيروا أطهارا بلا عيب ويقدمهم إلى المسيح الختن السماوي ذبيحة نقية حية ومقبولة إذ يكمل عليه المكتوب هكذا فليضوا نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. انظر علينا وعلى خدمتنا طهرنا من كل دنس وارسم يا السماء نعمتك على عبدك أمونيوس هذا لكي يستحق من جهتك أن يكمل كهنوته بغير لوم لكي يفوز من قبلك بمراحمك مع الذين أرضوك منذ البدء لأن الرحمة كان بإرادتك أليق بك الإكرام من كل أحد والسجود أيها الآب والابن والروح القدس آمين. كيريا لايسون كيريا ندعوك يا أمونيوس إيغومينوس في بيعة الله المقدسة آمين آمين. أمونيوس إيغومينوس على المذبح المقدس
الذي دعي للأرثوذكسيين في إكادة رأية السيدة العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول في مدينة تورونتو بكندا. خنفرا نميفيوت نمشيرن ببنف مايس وابنوتي نوتفز ماروت انجيف نوتفيوت بيونتو كراتور امين. آمين. امونيوس ايغومينوس على المذبح المقدس الذي دعي للارثوذكسيين في كادة رأية السيدة العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول في مدينة تورونتو في كندا. افزمارو تنجب فونوغانيس انشير يسوس بخريستوس بن شويس. آمين. دعوناك يا أمونيوس إيغومينوس على المذبح المقدس الذي دعي للأرثوذكسيين في كادة رأية السيدة العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول في مدينة تورونتو بكندا. افز مارو تنجيب ابنف مايس اواب امبارك ليتو. تعبتوا من الوقفة؟
ما تعبتوش؟ يعني مش قادرين تردوا؟ طب اقعدوا استريحوا استريحوا. لما بنرسم كاهن جديد في حاجة بنسميها عظة الكاهن الجديد. العظة دي بيقراها الآباء الكهنة كده بالتتابع، كل أب كاهن بياخد باراجراف يقراها، فيها زي ما تقولوا نوع من الوصية بنسميها احنا وصية الكاهن علشان يبتدي خدمته حلو نافعة لنا كلنا نسمعها. اعلم أيها الابن قدر هذه الدعوة التي استحققتها، التي هي القسيسية، وتقليدك الأسرار العظيمة التي للعهد الجديد بدرجة التعليم. فيجب عليك إذن أن تعمل وتعلم من جهة الأعمال الحسنة أفضل من الكلام. وأذكر كلام بطرس الرسول القائل أن القسوس الذين فيكم أرغب إليهم أنا القس شريككم، والشاهد على آلام المسيح والشريك في المجد الذي يظهر. ارعوا رعية الله التي فيكم، كونوا تفتقدونها لا بالظلم لكن بإرادة القلب، وليس كأنكم أرباب الأنصبة، بل كونوا مثالا للرعية، لكي إذا ظهر رئيس الرعاة تأخذون إكليل المجد غير المضمحل. كن إذن عاملا بالوزنة التي اتممت عليها لكي تردها مضاعفة، لتأخذ أجرة العبد الحكيم الأمين، وتجمع الشعب على كلمة التعليم مثل مربية تربي بنيها، لتخلص أنت والذين يسمعونك. امضي بسلام، الرب معك. اعلم أيها الأب المبارك، أعانك الله إلى ما دعاك إليه، ووفقك إلى ما وفق أبراره لديه، أن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد اختارك لخدمته، وصيرك مع عدد كهنته، بما رفعك به من خدمة الشماسية إلى رتبة القسيسية، وأتمنك على أسراره المحية. فاصغي لما يتلى عليك من هذه الوصايا. الفائز من عمل بها بغفران الذنوب والخطايا، وأعرف قدر هذه النعمة التي نلتها والموهبة التامة التي أعطيتها، من الآن أنك قد صرت بها مستحقا لمخاطبة الرب شفيعا في مقادسه ومحل غفرانه على الشعب. فأعمل لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي إلى الأبد. لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحانية ما دام الروح في الجسد، لتنمو في الأعمال المرضية فيشرق مصباح ذاتك بأنواره المضيئة، وكن مثالا صالحا في القول والسيرة، عن جليل الأمور والحقيرة في العلانية والسريرة. واهرب من محبة المال التي هي أصل كل الأعمال الشريرة، واحذر من الشبع والسكر فإنهما يظلمان العقول النيرة، وتجنب الحسد والشقاق والمقاومة والقساوة والهزء والكبرياء، وابعد عن النميمة والوقيعة والافتخار الرديء والمحاباة والرياء، واحذر أن تكون ذا لسانين ولا وجهين أو تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس لا يوجد فيه عيب. وإياك أن تسرع يدك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتمل بفضائل التقوى والرحمة والعفة والتواضع والقناعة وانسحاق القلب والاحتمال والصبر والوداعة، ولا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي هو أساس الدين وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين. واستضيء بالمطالعة مواظبا على القراءة والتعليم بمعاني الكتب البيعية والتدريب بالعلوم الدينية والقوانين الشرعية،
وعامل شعب الله بالرأفة والحذق وسايسهم بلين المسيح والسهولة والرفق وسر في مناهج هذه الآداب لتصل بها إلى مساكن الأبرار فائزا من كل أليم العذاب. وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيام الشريعة المسيحية وهي أن تحب الجميع محبة قلبية بإخلاص الضمير وشهادة النية. والواجب عليك أكثر من كل الوصايا الوصايا البيعة وأفضل من كل سواه من الأوامر الرسولية وهو الاحتراس عند توزيع السرائر الرب المحية ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد. وتحقق أن الشاروبيم والسرافيم وقوف بالمخافة والارتعاد وكن عارفا بمقدار من هو ذبيح بين يديك وأنه المسيح عمانوئيل الذي بذل ذاته عنك وعليك. واعلم أنك تقسم أعضاءه الناسوتية لا محالة وتحمل على يديك الذي حمله سمعان الكاهن بالكرامة والجلالة، وإن هذه الكأس هي دمه المسفوك عن الخطايا الذي به أنقذ من الجحيم جميع السبايا النابع لنا من الكرمة الحقيقية الذي هو جنبه الإله الزكي من بعد أن سلم الروح على الصليب. فاري هذا السر الخفي، هذا هو الجسد المقدس والدم الكريم اللذان صار بهما خلاص الخليقة. هذا حمل الله الذي رفع خطايا العالم وجذبهم لنور الحقيقة، فكن منهما لنفسك أيها الابن غاية الانتباه، واحرص على هذه الذخيرة كحراسة الشيروبيم لشجرة الحياة، واحترز على هذه السرائر احترازا يخلصك من الجرائر، ولا تناوله إلا للحسن السيرة الصالح السمعة الطاهر السريرة، ورد من كانت طريقته شريرة لألا يقتل نفسه وتكون أنت سبب في الجريرة، والحذر من الإهمال لألا تحصل المضرة، فإن العالم كله لا يساوي منه مثقال ذرة. وليكن توزيعك بترتيب ونظام وهدوء وسكون وحرص واحتراز، والتفتيش برمق العيون وعرض الأواني المقدسة على من يكون حد النظر مرة واثنين وثلاثة، فإن العياد أوكد من الخبر، لتكون خدمتك مقبولة ووساطتك مكرمة. وصلاتك نافعة ونعمة الرب عليك سابغة، والرب الإله رأس الرئاسات وأساس السيادات وواهب الكرامات مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي عليه في السماوات، يعينك ويعضدك ويساعدك ويؤيدك بقوته على القيام بفرائض خدمتك جميع أيام مدتك، ويباركك ويبارك بيك وينصبك مع 24 القصوص الروحانيين. ويسمعك الصوت الممتلئ القائل: ادخل إلى فرح سيدك لترث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. اسجد وقبل ما. ويسامحني أنا البائس الحقير المتواني المسكين بأسامي وسيئاتي في يوم الدين بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا السيدة البتول القديسة المقبول شفاعتها في كل حين، والشاهد الكريم ماري مرقس أحد الأربعة إنجيلي مع كافة سادتنا البطاركة والأسقفة ورؤساء الكهنوت وسائر الشهداء والقديسين وكل من أرضى الرب بأعماله الصالحة. آمين. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرسم، قفوا برعدتين وإلى الشرق انظروا. شفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا رب نعم لنا بمغفر خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك صالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة تام.
رب مع جميعكم ومع روحكم أيضا ارفعوا أشكر الرب مستحقا وعادل أكسيون كذيكيون أكسيون كذيكيون أليتوس أكسيون كاذكيون أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة والجلوس الذي يقف أمامه الملائكة رؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة اسمهم فال نمني سرافيم نابيسو انتن اف ارهم نسخن امونيفول ان اتكارو افكو ايمو روزخو شرابيم سأوش تمر نمني سرافي ستي أونا كبوش بولنغو أموس جاكيوس أجيوس